إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبر آمي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد اللحية الضباط تدريبات والله إليسيو تدريب واحد ليلسك كوباد بين وحد عبد إيساء سواب اقتراني جواب الشرط سوابت جواب الشرط قول حريري بالفائفة فيما يلي هذا لدن صوص عدي جملة لهن وعاكوش ريت جواب الشرط قيفة سوابت قول حريري الشيك وإن صواب من رحالي سوابها الله حريري كويا ديقو كتراعي فالسوابت الشيك الجمل هل كان جملة يمكن أكو قرن أصله هل كان السبب تأكو قريسا واحد فإذا فرغت فانصب يعني فإذا فرغت فانصب مرها ضم يسو صلاة أوكر يعني الله بري فانصب مرك هو التواب إذا ضوا شرطية إمك محافظ هذا الله قدري وعفاد الله قدر فعل كان جوابته نقضي وافعل الأمر مرهضو فعل الأمر نقضنا مركو جواب نقضي شرد من نقضي كرئي وحال قدر مركا ف اتنين ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويمسسك بخير هدي لها خير كسيو أو خير كتابسيو فهو على كل شيء قدير وحول بيله أوودي كرا خير كوو بحن كرا وحول بنو إلهي سبحانه وتعالى أودا هذا فهو على كل شيء قدير وجمل اسمية أو جواب نقطي انت هسي جواب تهي جمل اسمية هذه جواب نقطه فعل على الرعية وهي فعل شرط من نقون كرتو ثلاثة فإن توليتم فما سألتكم من أجر هذا الحق كتشي ستان wax abaara oo aan u aanid weydiistay ma jirto oo aad ka yaacdeen iyo aduunid maan weydiisan fa inta walaytum inta waa shardiyo tawallaytum waa ficil maadi iyo faacilkiisi oo waa ficil shardi fama saaltukum idin maan weydiinin min ajrin wax abaara in ay iga siisan xaqaaladi ku baaqayo fama saaltukum jumladaasi waxa weeye waa jawaab shardi fa baal raaci sababtu waa maxay baa lagu yiri ما با كور رئيس جملتي كل هذا ما كور رئيس النافية فضل رعية أربعة ومن يستنكف عن عبادته قفك كسن تاجا سنك كتاجا إن إلهي عابد ويستكبر إسكويني إلهي عبادتي سا فسيحشرهم إلهي كوا وكير دونا إلهي حاجة إلهي بكو صورون دونا جميعا يقول ما يسترن بعد أوفر فسيحشرهم وجوابتي أغدى شردك من ومن هدي قف ويان معنى هذا شردك هدي قف أمعدي يستنكف سنك أي كتاكتو عن عبادتي إن الله عابده ويستكبر هدي عدي يسكويني أما قف يسكويني من تو يعني جمع يمثنى يمفرد بوين قطا إما كوا جمع وعطوك قرن قرطا فسيحشرهم ضميرك أون نقونا يا جمع dadka iska weynay ilaahay ama cibaadisa ki kibra ilaahay oo keen doona qiyaama hadoo fasay xasharo muamanta shardiyada ah jawaabteedii faaba lagu daray sababta lagu daray waa maxay siin ayaa la socda hadoo siinkaas raacana faaba la raaciyaa siinki ficilka mudaarac gali jiray sayaqulu sufaa oo kale khamsa waman qudira alayhi rizquhu قف قرزالي سلقو عريدي مارتد قالوه كيولي هاي فلينفق مما آتاه الله وحي الهي سيئ وحكب حيو
oo yaani wuxuu bixinayaa marka deemo badnaan yahay intiisii ba yar hadaw waman hadii qof wacaynka marka shardi la sameeynaayo waman hadii qof ama cid gudira calayhi rizqu rizqigiisa lagu cidhiidhi geliyo falyunfiq falyunfiqa waxa ka bixiyo uun mimma ataahu allah waxa ilaahay u dhiibay ee allah u sii hadaw mantu waa shardi gudira waa ficlo shardigi falyunfiqna waa jawaabu shardigi jawaabu shardigi faaba la raaciyay maxaa loo raaciyay waa dalab oo waa ficil mudaaric oo laamul amar ay la socoto faaba la gariyay haduu dalab noqdo sita wa in tukfuuha haddaad qalisaan sadaqada wa tuutuuha alfuqaraa oo dadka baahan aad siisaan fa huwa khayru lakum qarintaasaaba sii khayr badan eegada intu waa shardi tukfuuha waa ficil shardigeedii wa tuutuuha alfuqaraa waa jumla ku sii cadfan jumlada hore shardiga ah fahuwa khayru lakum jumladaasa ah jawaabu shardigii faabaa lagu daray maxaa loogu daray waa jumla ismiya kooday jumla ismiya tahayna waxa weeyaan faabaa la raaciyaa dhammaan ahaana waxa la yidhaahdaa kuwan oo dhammi ma noqon karaan ficlu shardi jawaabu shardi unbay noqon karaan hadday jawaab noqdaana faa waa in lagu daraa dhammaan kuwan oo dhammi سبع وإذا قرأ القرآن وقرآن كل كلا أقرأ إلهي فاستمعوا لجيست الله قرآن وأنصتوا بكت أرارعي أو الرع وإنسات روح كتر آمس يدجيسي ولا صعد ويا آمس وهذا الكتوتية وبكتنا أقرأ القرآن كور لجيست وإذا إذا دوا شرديو هدي قرآن كلا أقرأ ويا هدي قرآن كلا أقرأ hadii mar unba hadii darab kala raaciya xataa hadii mar quraan kala akhriyo hadii quraan ka mar hadii quraan kala akhriyo oo dhacdaba in mar hadii quraan kala akhriyo dhageysta oo dhagta la raac oo waliba aamusna ku dara fastami'u eegada idaadu waa shardi quri waa ficlu shardigi quri alquraan jumladaasi ama quri waa ficlu shardigi fastami'una waa jawaabu shardigi maxaa loo raaciyay faada waa ficil dalab ah oo amara tamaniya waman yafcal hadii qof uu sameeyo daalika sidaa haduu qof yeelo falaysa lahu min allahi fii shayin xagga ilaahay yacni waxba kama aho falaysa min allahi fii shay haddaba falaysa aag waman waa ismu shardi yajzimu ficlina waa ficil buu jazminaya yafcalna waxa weeye ficlu shardigii falaysana waa jawaabu shardigii maxaa faada loogu daray ficilkaa jaamida laysa laa yatasaraf laa yati minhu mudaaricun walaa amru walaa ism faacil walaa kayru waa jaamid dabadna faa baa la raaciyaa isaga iyo casaa iyo kuwa lamidka tisca waman yakfur biaayaati illaahi hadii qof ama cidi ka gaalowdo ilaahay aayaadkiisa hadday cid uuni ka gaalowdo fa ina allaha sariicu xisaab ilaahayna xisaabtiisa way degdegtaa wuu xisaabin doonaa gaalnimada uu ka xisaabinaya iyo dunuubtiisa kalaba mar waa ismu shardi yajzimu ficlayn laba ficil mujizmiya yakfur waxa weeye waa ficlu shardigo majzuuma oo mudaarica fa ina allaha sariicu xisaabna waa jumla ismiya oo jawaabu shardi noqotay dabeedna faa baa la raaciyaa dhammaan sagaalka aan soo sheegnay waxa macnahoodu ka dhigan yahay ficlu shardi ma noqdaan jawaabu shardi bay noqon karaan hadday jawaabu shardi noqdaanna bishardi waa in faa la raaciyaa taasi waxa weeye waa tadriibkii koowaad tadriibtaani layliska labaad masil waxaad tusaale u samaysaa limawaadici iqtiraani jawaabi shardi meelaha ay jawaabu shardigu bilfaaifaada uu raaco bijumalin jumlooyin ku tusaale eegada u fiirso min inshaaika adigu aad curisay oo aan halkan ku qornayn almawduc baa halkaa imika lagu qoray oo waa sagaal qaybood halkana almithaal baa lagu qoray tusaalahaad samayn doonta adigu mawaadicdii baa lagu sheegayaa meeshaasi haddii la joogo jawaabu shardiga faa baa raacday ee jawaabu shardi faadiile adigu keen baa lagu leeyahy iyo ficlu shardigiisi waaxid jumlatun ismiyan u firso haddii jawaabu shardigu jumle ismiya a noqdo faa baa lagu daraa waxaad keentaa ficlu shardi iyo jawaabu shardi jumle ismiya ah oo faadi la socoto itniin ficlu amrin hadduu ficil amar jawaab noqdo faa baa la raaciyaa keen isagoo faadiile itni talaata ficil masbuuq binahyin haddii ficil nahyi laga horaysiyo oo laa naahiyi ka horayso oo jawaabu shardi noqdo faa baa raacdae isagoo faadi la socoto oo jawaabo tusaalihiisa keen
أربعة فعل جامد وكن يمك هيني أوكله أها فليس من الله في شيء فعل جامد فعل قلان أو إنجين أو مدليسة أو أم ترمن أو تفير من هدي ونقضوا جواب شرطي فأول الرعياء يسوقوا تصالة أو فأدي لسعة تكير فعل مسبوق بما أكذا وكن يمك سوها هيني أوكله أها فما سألتكم من أجر صوصا معين تاسو كله وحلو قولي ياهي فعل مسبوق بما فعل ما كهرس النافية حدو جواب شرط نقضو فابر الرعياء تساليه سيكين ستة فعل مسبوق بلن فعل هدين لن يبقى كهرس لن او جواب نقضو فابر القدر آية تساليه كين وحن نقو سومرني وحقنو ينو قجري او وحقمي دها halka oo kale ku soo maray waxa ay falay yukfaruhu oo kale ayaa ku jiray oo kamid aha waaka hadii lagu horaysiyo lan wax la raaciyaa jawaab shardiga hadii ficilka lan ku jirto wax la raaciyaa fa'e isagoo fa'di ay ku jirta la kaalay falay yukfaruhu deen hal ay soo marayno kala kamid ahay waxa aad qabtaan khayr la idin ka qarin waay fi'l masbuq biqad fi'l hadii qad lagu horaysiyo oo maartay u jawaab shardi noqdo waxa raaca faaba raacde isagii oo faadiile la kaalay baa imkan lagu leeyahay isagoo faadiile la kaalay fi'l masbuq bisin fi'l hadii sin lagu horaysiyo فهذا الرعياء لكاري خلقنا واحد نقول سوى مرأي فسيحشرهم تاسا كجرتي وكاسو قال فسيحشرهم او سين كاسا يحشروا حقه هراك مرأي فعل مسبوق بالسوفة هذه سوفة لقول يسي فعلك وهذا الرعياء فا ايساق او يعني فا ديلي او سوفنا كهر رئيسو ايضان لكاري تصال ياشا سيأضغو السميع فهم المسموع imkan waxa weey wax la dhageysanayo la fahmayo halkan waa halka cajalada la dhageysanayo baad aan istamaacta marka dhageysato ila nasi hadalka cajalada ku duuban ajib ka jawaab aan islaati taaliyati su'aalaha soo socda tadriib 1 leeliska koobaad ajib ka jawaab seed uga jawaabaysa bi wad'i calaamati sawab calaamada sax ku qor oo calaamati khata ama ta khaldka ku qor waxa marka ay yihiin 1 arsala ihraqlu هرقل نيكيل أورنجري يا عظيم الروم يا رهر روم بقر قوها وحو عدري إلى أبي سفيان بو عدري ليخبره سو قورمه بحقيقة محمد محمد رون أهانتي شخص يحي يدق كيس يدين تيسا يوح فريو يا شخص يديس دقان أهان يدبع أهان تاسي صاحبه يا هيد أولي بل هذا يقول يا را اثنين ممكن ودن كيس أي تين يقص صعطاء اثنين سأل هرقل أبا سفيان أبا سفيان سؤال بويدي لأنه كان عظيما في قومه يعني وحو أها نوين أو تدكيسا مضحك دلكيسا كأه أيوها محو سؤال شو ويديني تانين مضح أبوها وارنوانين مضح أبو أبا سفيان أيوها أو أضياشا تليئ أي مضح أبو كمدها ثلاثة كان أبو سفيان يعرف لغة الروم وحو يقاني أبو سفيان لقد رهير روم أو روم نمان كان رهير يروبي من كلا إله هذا أيو لقد هو ذي قان نبوري أو مارته ساسو أيوها ترجمان بو سمع إسلام وقوان ترجمان با أكل ترجمه لم يكذب أبو سفيان في إجابة جميعها أبو سفيان بين موشيين شوابي هورن وارمون يرسى سحضو أبو سفيان ما أنت أبو سفيان كو شوابي أدرك هرقل من إجابات أبي سفيان وحك أغادي هرقل مركز جوابه دقيسة أبي سفيان أنا محمد رسول يهو قرتي هاو قرتي وليب وقباقي قوم كيسين الرميان ويسدي دين ستة دخل التحريف وحق لي وحبال لقى بدلي ولا يعني لبدلي والتصحيف والتصحيف بالوسمي قرط بالغو سمي الكتب السماوية كتبت إلهي سودة جميعها دمانتين
kutubii ilaahay soo dejiyay diimihii hore oo dhan taxriif oo ah in la marooriyo oo la qaldo oo la gacan maroojiyo iyo in la tasxiif lagu sameeyo oo si kale oo aanay ahayn loo qoray oo beenaba ku dhacday kutubii hore waa run way wada bedeleen yacni tawraad iyo injiil iyo kutubii hore سبع كان إبراهيم عليه السلام مشهورا بالبذل والعطاء إبراهيم وحو عان كوان نبي الله إبراهيم عليه السلام مشهورا وحو لقو برتب بالبذل وحبحني والعطاء ديق وحبحن أيولها ثمانية جماعة محمد صفات الزهد كلها نبي محمد وحو يسوى ذكاني رمان تلمامها زهد أه أو الدنيا إنو كساهدون وشعلان الدنيا ده أو إسكا إلاليه أيو نعم أيو نبي قولها سفوه كاسر نقولها waa dunyada jacayl nabigu ma lahayn calayhi salaatu wasalaam tadriib taani layliska labaad ikhtar waxa doorataa al jawaab al munaasiba jawaabta meesha ku haboon dooro waahid risaalatul islaam diintan islaamku waxay u sugnatay li alif al arabi kulli ma arab ayay ku gaartay diintu ba linnaasi kaaf dadka ilaahay oo dhan jiim al muslimiina jamiican ma muslimiinta oo dhan waa diintu waxay ilaahay u soo dejiyay linnaasi kaafatan ummatu ijaaba iyo ummatu dacwo kale yihiino ummadda islaamkuna waa intii raacday ummadda dacwadii diintan loo soo diray dhammaan waa caalamka oo dhan tini siiratu rasuuli maxfuudatun dhaqankii iyo taariikh nololeedkii rasuulka taariikh nololeedkii rasuulka waxaa lagu ilaaliyey maxfuudatun waxaa lagu ilaaliyey fi kutubi ataariikh alif ataariikhdee ku qoran tahay ba alxadiid xadiidka ku qoran tahay jiim alxadiid wasiira mee xadiidka kutubta xadiidka siirada qorta ayay ku kaytanto taasay ku kaytantay u dambaysay jiim oo laga helay yacni talaata kaan nabiyu muusa mashhuuran wuxuu nabi muuse ku caan ahaa bisabri buu caan ku alif bisabri adkaysi bishajaacati geesinimo birifqi naxariis badnaan muuse oo ahaa nin geesi buu ahaa oo adag ayuu muusa calayhi salaam kaana nabiyu wuxuu ahaa daawud mashhuuran بالكرم تغسل نمو شكر النعم إنه نعمة إلهي مارتي كم هاد نقو أيوكو عانها الزهدي إنه الدنيا دا عانوك شعلين وأقول العشرة لقيسات كي جوابس رسالة الإسلام دين تن إسلام هو لكل زمان وقت كستوي سعانة سوالف باء للعصور للعصور الوسطى حلية دي دحي أيوكو قارة هيد جيم العصور الحديثة للعصور الحديثة وقت يدنا مكا عصبهم بي شقين إسلام دين تن إسلام هو weligeed buu way shaqaynaysaa maya waqtiyadii dhexe la soo dhaafay unbay shaqaynaysaa maya waqtigan imikun bay shaqaynaysaa su-aasha saxdi waa maxay inay waqti kastaba inta adduunyadu taagan tahay ba ay shaqaynayso maalintii soo degtay laga soo bilaabo sita kaana muxamedu sal sl khaatima arusuli khaatima almursaliin waa kii ugu dambeeyey rususha ilaahay ba khaatim alambiya khaatama alambiya ambiyadii buu ugu dambeeyey jim khaatam alambiya walmursaliin labada buu ugu dambeeyey nebiyadii rusushiiba taa dambaysa weeyaan nebi ka dambeeyaana ma jiro ilaa nebiya bacdiibu nebigu yihi rasuul ka dambeeyaana ma jiro rasuulkii nebiguna waxa u kala duwan yihiin mid walba sharci baa loo waxyooday laakiin rasuulka waxaa lahi ummadda gaarsii oo lagu faral yeelay nebiguna isagaa ku dhaqma diinta labadaa midna kama dambeeyaan nebigaa u dambeeyey calayhi salaatu wasalaam oo nebi iyo rasuul ayuu ahaa labadaba uu soo gebagabeeyey سبعة اهتم الإسلام دين الإسلام كو حقو تداشي ألف بعض الشؤون الحياة نلوش أرميها دا قيب كم دا با بالشؤون الدنيا والآخرة ما أرميها الدنيا والآخرة بو يكو تداشي ويكا هذا شيء جيم جوانب الحياة كلها نلوش أن الدنيا دا لنعيه دا أورنا بيكا هذا شيء محالة قادرة بعض بالشؤون الدنيا والآخرة أرميها آخرة كو الدنيا ويكا هذا شيء دين تن تدريب ثالث layliska saddexaad ajib cala asilati taaliyata biikhtisaar su-aalahan si kooban uga jawaab ilaa ay shayin tusiiru laaayatu maxay tilmaamaysaa aayaddani qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi waxaad tidhaahdaa dad yahow anugu waxaanay rasuul ilaahay u soo diray ilaykum idinka jamiican dhammaantiin maxay tilmaamaysaa aayaddaas inay diintan islaamku caalami tahay islamarkaa rasuulku adduunka dad caalamka o dhan loo soo diray ilaa ay shayin tusiiru laaaya aayaddani maxay farta ku fiqaysaa tilmaamaysaa innaa naxnu nazalna dikra annagaa qur-aanka soo dejiniyey diintan islaamka wa innaa lahu laxaafidun annagaana ilaalinayna taasina maxay tilmaamaysaa in ilaahay diintan ilaaliyey
oo aan waxba laga bedeli karin quraanka kariimka ah wax alla wax lagu dari karo iyo wax laga dhimi karo iyo wax laga bedeli kara cid awood u leh in aanay jirin looma tulayo waa loo taagway ilaahay baa ilaalinay gaar ka haya cid taaban karta ma jirto talaata ilaahay shayn tusiru aayatu aayadani maxay tilmaamaysaa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد ماها نبي محمد ماها مودرين مدي ذكر إذا كم ذا أورج كم ذا ولبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين والنبي محمد رجل شوقي إيه لن نوران وأبو وها مشرين رجل ولا يرام بيقول إنسان لكن وا رسول الله صدري أنبياء نسيا قدام بيا waxay tilmaamaysaa in aan nabi dambe oo soo baxaya aanu jirin nabi maxamed dabiyyi sallallahu alayhi wa sallam arbaa ma dalil ala anna alquraan lam yataarad li tahriif maxaa u dalila ma dalil maxaa u dalila ala anna alquraan lam yataarad in aanu la kulmin oo aanay taaban li tahriif wax laga bedelo inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahaafidun ayaa u dalil in quraanka waxba laga bedelo siisi yahay khamsa udhkur ba'd as-sifat waxa tagta tilmaamaha qaar kamida allati ijtama'at كورتي في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك قف أهان تيسا يا أبور كيسا إلهي أبوري سفوين بضنبورها الله ياب لي قارك الشيك بالغول ستم المقصود محال لغتي دا بأن رسالة الإسلام عامة رسالة الإسلام كو وي بلاران تهي ومد قود محال لغتي دا وعلى لغتي دا كيني إنسي با ما ها إنسي يوكليا والله صدري ولا الدين ولا لقد دوني يعني رميان كرمين وينا وهو نقول يا قال كني ينسبه سبعة والمقصود بأن رسالة الإسلام شاملة محل لغة ذا مركل اللي هي دينة إسلام كرسالة فرينة إسلام كي دينة إسلام كو وامد بالعارين يدنا شاملة وامد شاملة وحول بقابطي كان وح لغة ذا يعني وح الله وح عن دينة إسلام كل اللي جهري إنه في آخر اللغة بهي هي مجرته وح ما فرضنا في الكتاب من شيء شاملة هذي لغورا وح ولبوي كل يهوي عام هذا الأول هذانا شنو ينسب وأودين كديدان وادم بيلا قالة ويان تدريب رابع لا يسك أفراد إملا بوحي الفراغ ماشى برنام بوحي بما هو مناسب وحقوها بونك بوحي راوي قصة أبو سفيان مع هرقل هو وحوها أبو سفيان يو هرقل قصة أحمر تيكي ورني وحوها كار كاسات كبوحي نيسا حديث يعني نكوري اثنين وقعت هذه القصة قبل أبي سفيان يعني قبل أبي قبل إسلام أبي سفيان أو كرويان أبو سفيان كان إسلام بعد عظيم يعني دين تيسوقين ثلاثة جلس أصحاب أبي سفيان واحد فلسطين أبو سفيان أصحابه خلف حق طنبة أي كيف الدين عند كيف الدين بعد كم بيحون إسا أربعة لولا هداني شرين لكذب أبو سفيان على هرقل بين بو الشيق لها هذان أرن كاسي وكبقى يا شرين يعني لقو بيني هذان وكبقى رين بين بو كشيق لها كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمر وحو أمر بي وحو أمر وينو يمن دون تاقصة دوبا سورة قلة ورسول وحو أمر سا يساس أمر يعني وحكم دها ورحيا بي وناكسنا يو أمر يبالكا كشيق ستة كان رسول وحو أها ذا في قومه وحقوله على هذا كيسة ذا يعني صاحبه كذا ساسوكها في قومه ومدي سنة وحقولها أمين بوكها صادق بوكها لم تتهم قريش محمدا كمي تهمن فرتنا كمي فيقن محمد يعني بين لقوم تهمن أك وحيامان لقوم تهمن وحنبا كم ذها بين يخيانا من كانت الحرب واحد دجال رحمري بين المسلمين وقريش مسلمين تي قريش تودح ما لها بنام بيحب الأولي وهاكو حبون ما لها بنام بيحب كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن وح رسول جديد يشري وحيا بها عنك أي وحيا بدن جديد يشري أو كقرن مارتي قصدا لقيه ليو هذا بقى التعبير الشفهي والكتابي إم واحد قادرنا عرسك أما هل أبورك من شفهي أو أفكا لقاك شقين أيو والكتابي يمد قرال أهو تحريري ألا بضبا
ayaa halkaan ku qoreynaa. Awalan marka hore at-ta'biru shafahiyyu waxaanu ku horeynaynaa curiska ah mid afka lagaga jawaabayo oo marka horeba yacni jawaabta afka laga bixinayo. Tadriib waaxid leyliska koowaad تبادل الأسئلة تبادل الأسئلة والأجوبة إسويدار سلا جواب يسؤال أمويدين يور علي مع زميلك صاحبك نشاد ثنائي واشق لبطن على أما لبقي سود أو لبقف أي فرنيان وأرض يساحبك واحد هل في مكتبتك مكتبة أما كتبت قوتا مدحيا لا أحد كتب الأحاديث النبوية متكمدة كتبت حديث النبي أي كقرنتها ما هي ستها كتاب حديثة لماذا ما هذا هي ستها يعني واحد هو هي ستة دوالت قرنيسا واحد كبرنيسا الدين تادي يا ماشي يا مارتي. اثنين ماذا تحفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث الرسول ما حد كحفظنتها انتين لك بعد كحفظنتها. ثلاثة ما منزلة السنة النبوية وما حد درجة يهر يكارن تأي كل هذا حديث النبي في التشريع الإسلامي مركز شرع إسلام كالدتشين أيه يحكم إسلام ك كارن تحديث كله هو كارن تي والمنزلة الثانية وهي ودرجة لبعض القرآن كم بقرة هي. أربعة ما حكم العمل بالسنة النبوية وما حين لو رغم حديث النبي حكم شرع كقبا وما حي وواجب لو رغم خمسة ما الفرق بين القرآن الكريم وسنة النبوية ما حال كل دوينهين قرآن كشرف تبضن يسوع نهى النبي لا دبوا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا دبوا وحي. لكن على هذا القرآن والمتعبد بالتلاوة على القرآن كان الأقرياء عبادة أو واجبة. لكن حديثك يعني هو خير يأجر والجه ليا لكن واجب معها إن الأقرياء. كيف تتحقق وعقل كل دوين وعلى هذا قرآن كلف ديسة هي معنيه سب النبي جوا له وحيودي لا والله ولا صعدة. لكن حديث معنيه سأنبا له وحيودي بينهن علماء الله ذكى النبي أسمه عليه الصلاة والسلام. لكن قرآن أريدا وأريدي وهذا الكيلاهي لفظا ومعنى بق تعالوا كل دوين فهي برضه ورب كل دوين كرام. كيف تتحقق سيدات كرهم يسن كرتا أما أتكو حقيقين كرتا أتكوه بين كرتا مما ينصب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحيابها الله آنين أيو لشيغ أيو رسول كان اللي وشيغ أيو من أقوال هذا اللي رسول كايري سيأتكوه بين كرتا وعدكوه بين كرتا أحاديثة ولقي شقي علم الجرح والتعديل ونصوم الربا لقي شقي طيب أن حديث كستقو صحيحة والله هي حديث كستقو حسننا والله هيا حديثك صوت ضعيفنا والله هيا وعلمي لدميي وعلمك أدقى برشاون مويان خبنتي دي والله غاح القاضي وهو ولا كلفو ولا كلهادي دوانا دوغاتون يعني حديثكم مصحيح با محسن با مضعيف با انا تبرتو اذن تاسم با تقول اصاري ساون. تدريب اثنين اما تدريب الثاني أيهم أفضل كيبا فضل بدن وخير بدن ووناك بدن ولماذا محوك وناك بطي نشاهد الثنائي وحوي وشقل لبقي سود لأه أو لبقف أي اسوي دار سنيا. واحد شخص يعمل قف كدغمة بما جاء في القرآن والسنة ويحوك سؤال علي علم أه مارتي عقيدة قرآن كي حديث كبا وقف كاسي. اثنين شخص يعمل بما جاء بالقرآن دون سنة قف سو قرق مؤن قرآن كأحكام مارتي علمك قرآن كويال أون قاطة وحديث كبا إسو قنف يقاشان كنفتي ونقاذني با ثلاثة شخص لا يعمل قف آن كبرق من بما جاء في القرآن وحي قرآن كخصو أرري ولا بما جاء في السنة يوحي السنة خصو أرري من نبا آن كبرق من يا أخير بضن توحى أخير بضن ننك لبضا وقرق ما يدي. تدريب ثالث واحد هذا ليلتك صدحات تبادل اسوي دار سلا شرح الأحاديث التالية شرحها هي معناها يفا فاهنتها يفا لينتها كتشرتها أحاديث صوصعتها
مع زميلك صاحبك نشاط نشاط ثنائي واشق الله بدين على والله وقف أي سويد السنيان اسكنك هالسنيان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كايري واحد إن الله يحب له وحش عليه إذا عملها ضو قبته أحدكم يدك إذا كمده عمرا شقه أن يتقنه إنه شق ذا وناتيه مثلا هضو معلم واحد جيو إنه أنت أوديسا سوى رأسنا وقول دقتك وحده جيو هذو لسماء كشرو لسماها أوديسيو إنه سيد أبوه رأسنا وكره يو أوديسو هذو بير قديو سو أبوه رأسنا وقدي كره إنه أقده هذي عمل كستبه وهايو حضور بها هذا هذو حول رقيو سو أبوه رأسنا وداشين كره إيشلين تيو قد حضو ويعلن كره أبوه رأسنا وقبته يعني شغلك صوت هايسو واحد دون توه تسو في عن هذه علاجاتها هي سيد أقوانا يكسن إنه قف وقفتو اثنين المؤمن وقفك مؤمن كاهي للمؤمن قفك خلي مؤمن كاه وحقوية هي كلب ليان ساد اسمها آكلة يشد بعضه بعضا بربر كقرأه أتكيه وادوكتها يو يعني اسمها مد ما بد بالقو قطبة مد ما بد بالقو قبتة ده بيدنا مركزا لو دي ده ايه ميل ماركتي ايه ده بعثن ده بيدنا اسم التاجن أو أدق والله ما نفع صدق النقطة. تذكر هذا المؤمنين تنو أساس وكره وأنا دين عايز كوك قبطان. يدي الجبل وإمارتي إسكاشدان وأي نقطة أي سمين أمض أرق وأنا له ويسن كرين وأنا سمين يجونا. ثلاثة إن الله يحب إلهي الرفقة تبع سنانته يدي بيرانته ين حريص إلهي عليها في الأمر أرمها أرن كبا كله الله وحلا قبنا يبا إن سد بيرد بعسان الله وضو. وان عنفي يأضيق يقلف سنان آن لحين أربعة إن الله إنما بعثت وحالا إيسو ساريمو نبي قولي نبي لأيقا دقي دين تن لأيقا سودجي لو تمم إنان رمى استرو صالح الأخلاق أخلاق ده وناكسان يصوبان چري چرتي إلا نبي عليه الصلاة والسلام أنبياء دي رسول شبه إسيقا أودن بي أنبياء دي هوري وحي كيرين أخلاق وناك بدن يعني وحيابا لقود أقمي چري يوحيابا لقود أقاقي أنت بوي ترين واحد إن أنا وي ترين واحد إن أنا لما يسترمرك وهي لقول رقم وينا عندي بنور أيوه واحد إن أنا لما يسترو خمسة ما زال جبريل جبريل مو تشوشين يوصيني بالجار إنه جار كي يسمى فلكي سيدر دارمو حتى ظننت إلى علوم على أيوه أنه سيورثه إنه سيدحرسين دونه بقى ورد دون لبعض جار كاهي ترتشد أي جارين جار نمدو أي لذا واحد كم ده إنه استحلال إلى سواب وحرن دروا استحليان موسى أولا ثانيا التعبير الكتابي قيبت لبادو حوية واهل أبور كي أها إلا قرى التحريري إلا قرية تدريب واحد ليلس كوباد أعيد واحد كوع لساء قراءة مسرحية القوي الأمين أخرس كصوبان لقي مسرحية وصوبان لقي أين صوبان لقني كي أود إيه أمانة ضبطنا وأها عمر بن الخطاب المشهدين لبدي قيبوط با الأول والثاني لبدي قبتشوك مارت اللي سوي يمد أصحابته أي كغود هل ييد ودي بيد مامر قالوا دي بي عمر لبدي بهرت ديبو آخري ثم اكتب واحد قرطها المسرحية صوبانديقة صوبانديقة لفتي سيقر في شكل وهو قرطها في شكل نص منثور في شكل نص قاب هضل نص هو هضل هضل منثور قبناء هذا منثور وقبناء تحية ترابة كريشتها ترابة وقبناء هون تحية قبي أهين أقر مراعيا هذه قوة إلى لنا هي الآتية أرمها يمان هي محاد إلى لنا مرض الخليفة حنون كي قدعي بقر كي إسلامك أما أمير كي إسلامك أبي بكر الصديق وحنون كي سيهر تواد كهالي واكو وعد كهالي هذا أبا بكر أو يفكر كفكرة في من يخلفه نكم مامل كجتري لها وكل شيء لها ذي تيس النقطة وعقلت قال القضايا أرمها التي أرمها اختلاف وكجهري فيها أرمها سي أبو بكر أبو بكر أيش كجهري ما الدين يو عمر عمر أيش كقبتين أشرع عدو كجري أو أهيد تذكي يعني سابقين تأها أي كم ده سابقين تي يق لاحقين تي كل إسلام كوسو هريسي هري يكوي بري جدا بي إن لسماء أخرى كم ده هيد تبعنا كوالوات كهالي أبا بكر بها درات كهالي
أو يفرض كواجبيه الخلافة إنه أقدم بيه أو لو رجع حلك على عمر بكواجبيه أديه ولا كان مارمان أنا ما أقوم أتوقبته أبو بكر ما تناتكالي أو يستشير الله تلا شنايا الصحابة الصحابة في عمر خلاص شنايا عمر عمر كله شيء كوا عدادي أو أقبل عمر بو أصحابته وين على الصحابتي وحد قولي دون تا أرقتدي أي كبحيين إيه تلدي كسو تشيدين أصحابته في عمر عمر يعني ولا رجل لحد أهات قرنيسو أو لطشة دي مارت عثمان بن عفان كم دها علي بن أبي طالب كم دها عبد الرحمن بن عوف وكم دها وكم دها مارتين وسيد بن حضير وكم دها وكم دها مارتين رجل نوعها تلدي أي كبحيين أبا بكر بهذا نعتك هذا يستخلف عمر عمر كوري تشيني حلكي سقوا نو كوري تشيني هذا نعتك هذا وعتك هذا دون تعال المسلمين أو يرضون الرجال كنا قضي باستخلاف عمر حل كوري تشنتي عمر إن ما ملك أو قبط أو قرادي ثانة وعتك هذا هذا الكوم بعد سمين أو تحنا أو كله ومنصور ومحي ده ملك وروح هذا صوبندق وحيري وحكيري 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 ساسعيد إما كأذو هذا وحكيري وحكيري من دماها أو إسكوها بيسبات صوصاريسا ساسعيد 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 أو أن هب البايري أحين منظور هو عنك هب البايري هب النو ويدي هب اللو كتشوا بيحيد ما الكهوري سؤالي كتشوا بيحيد إما كماها ساسع ودعي وحسارع وحسارع وأذو قرأ قرية ساقر بكلي تدريب تاني ليلة كلابات أعيد واحد كل عرساء نص فهم المسموع هبلك هو لدقيسر يفهم كيسة وعشرة لدقيساتنا واحد قصة أبي سفيان شاكدي أبو سفيان نحمرت مع هرقلة الوالدة كقرا في صفحة 393 وحين أقول من نساء صدح بقولي صدح يستغاسن حاشدة إرامة حي 394 إلى حاشدة يعني صدح بقوليو أفريا سجاشن تاد بدنا أخري ثم قم واحد قبطها قم واحد قبطها بترخيصه إن الثوكوب هذا الكاس ثوكوب والنحر كأنقر هي أنت مهم كا مستعين أنا أقول كاشنا يا بالنقاط قطب بدن التالي صوص عطا كاشو أو واحد تدوري دون تا كان ذي مالقصينا يا يعني انت تكهلس انت تاي انت كسو كوب او قودبدان تابو وهيابا كان اسكا يري و ما هي قودبدان تابنسا هرقل يسالو هرقل و هو ويدينيا ابو سفيان عن اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم نبيغا تبعادهيسا ابورك اي له ابوري بو ويدينيا ابو سفيان يجيب عن اسئله هرقل ابو سفيان و كجوابيا سؤالها هرقل هرقل يدرك هرقل و هو غرتي ان محمد الرسول محمد رسول الله يالك سوك فهمي سوك مركيبة خطاب الرسول إلى هرقلة هذا القرآن رسولك هرقلة وقرآن إذنك هذا حفظ القرآن والسنة إن لقي إلى عموم رسالة الإسلام وحضرت هذا شاء رسالة الإسلامك أما دينة الإسلامك هنا عام كتهي للبشر بين آدمك كافة لمنتود وأنا عدقار دينتني كوكوبنين عربي غير كده من ده كم قابنا ودين عالمية. إلا أتين كي قاعد ينسي كده أيوة حفظ القرآن والسنة. إن إلى هاي كي إلى ليه القرآن كي حديث النبي عليه الصلاة والسلام من التحريف وحلقة بدله. شمول الإسلام. الإسلام كده لما يستري أكده وده لمي وأنا وحبك هاد النين أو كوده هذلي لجميع متطلبات الحياة. دمان وحا نلوش وباهانتي الدنيا خربا ايو القرآن ايه دينتان ايه دمائسي وامدول بأي كتشوابتي ووح لغاوا ايه دينتان مجرتو تانا كهذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لقن كي تاريخ نولد كي رسول كنا ايه دانا كهذا الرسالة الخاتمة الرسالة الخاتمة دينتان ادن بيسي ايه اسلام كا ايه ديمه سوق بقبيسينا كهذا قواعد اللغة إما كان هو قواعد حق اللغة العربية أين وحكت المامينا نائب الفاعل كان هو نائب فاعلك الأمثلة هو تصالي أدرس ولاحظ برا أو حتى أفرس
وهاوريا وقيمت ألف يبا يجيم أي كوبان سيد حاجة يبط واحد كتب الطلاب أرددي وين قرين الدرس عشر كيف قرين مركب ما يفعل دونيو ما يفعلوها الله إلى هذا كي شقد قبطي كوكيل كوالدة إما كي شقد قبطي وهكتب هو شقد قبطو فعله قرأ البلسمي الطلاب هو فاعل كي شقد قبطي الدرس هو شقد قبطي وحن نجد هو كي شقد قد عضي ومفعول كيه إلا كي شقي هذا فاعل كي مكو حقبطي هو طلاب وارده ده هدي لحدفة بالقول لي هاي كاش قد خد عذاب ما يفعل له هذا يو كاش قد خد عذاب هل كيسي بوحية حكم كيسي حير كيسي نقاطة بلاك هذا ما كيا كذا كتبه والله قري الدرس عسر كي والله قري عدي قرتي بالقوي لأنه هالأرنا يا شقد عسال قبتي إيه شقد أحب الباق قبتي بهاي أما عدا ساق قبتي ممكن شق على قبتي وي عد قبتينا ما تشوك تمش مربان عدة قبتي بالجرنين وتشدون كل واحد فوي بدينهن حاجة برا قدر أنت بدن لو قبرتها لكن مك ترى دايم قطع صرق المطاعو عرابتي والله حضي عد الله عد حضي لا ما قرنا يوم مربان فعلك بلا أقول مرنا وتشدك على الواحد فا إما كوكرة وحلونا يا خطب الدرس عشر كي ولا قري الدرس مك وانا فعلوه وتعني هاي هل كي يروح جوجا كيس قطع قبتي سجى قليا فهم هو فهمي الدارس كي وحبرني باريس تنس سميني المسألة مسألة دي وفهمي إن واحد قرية فهمت المسألة مسألة دي ولا فهمي فعل كي بقى لقوي أو كي فهم باري علم باريس كوه هينية تبعنا واحد ناوي فعل قرية مسألة دي شغل خد عليه لا فهمي شغل خد على معاي هيد ولا فهمي ثلاثة أعطى محمد محمد وحسي الفقير قف نكي باهنا درهم بوسي لو مفعول بفعل كاسي قادنا يا بدو فيرسو مفعول كهوري مفعول كدمبالا كلا إلى هذا سيدي أو كهورنين كران أما أو كلا دمبين كران لبدا مفعول سيدي أو كهورنين كران أما أو كلا دمبين كران وا أو كهورنين كران أما أو كلا دمبين كران وحلا إلى هذا لبدا مفعول مدن معنيه سوا فاعل مدن معنيه سوا مفعول تصارهان إما كانك فاعل كيس قضى قبطي ومحمد وح بحيي بالقولي شقد القبطان واه بحينته محمد فقير كوا مفعول وكيس شقد لس لقو قبطه وحبالسي درهم نوا مفعول سونا هو كيل بحي ولا مفعول لكن مضى معناها فاعل كا مركل بدو ولا سوء هو كمعنى فاعل كا هو فقير كا سو فاعل جي هو محي يسقو الآخذ وي وك قاضنا يا كنوا المأخوذ هو خلا قاضنا يو ومحوها درهم كي تلاقينا كهرة واحد نقطة كمعنيه فاعل كيا واحد قاضنا يا أيلا لا مفعول كهرة كذا المفعول كتنبالة إلى هذا وهالك كوي الآن أون معها هذا لم كيا هذا أعطى محمد درهما الفقير هذا نلا أونس ويداريو مفعول كهرة والفقير هذا صم حق تنبالة كقرن هذه ويا سبب توحوي يسقعدك وحلاسينه واحد قاضنا ملكية يا ويسق تلاقينا كهرة على كذا قالنا فاعل وعطيه والسيبالون الفقير وفقير كي كيبهنا درهم بلسي من كيسية محمد والله قصاري تبعنا مفعول كورا ميشي قرية أربعة أدركة وحو أغادي الشيخ عفوا أدركة وصو قاري الشيخ أضيقي رمضان رمضان بوصو قاري تبعنا حلونا يا أدرك رمضان والا صو قاري بيشي رمضان تبعنا والله شريفا عالك الشيخ أها تبعنا مفعول كبا ميشي بوحنية وقف طلابه أردد وحا استاقين تحت الشجرة تجيت كهوستيسي الطلاب وفاعلك حاجة دموفرسو وقف تحت الشجرة تجيت كهوستيسي على استاجي ظرف خاصة كوكيل نقرية انت هرم مفعول با كوكيلها يمكن ظرف با كوكيل نقرية فاعلك با جلس الضيف واحد كفر يستين مرتدي على الأرض نقولك كفر يستين يمكن دموفرسو فاعلك الضيف على الأرض نوى شاري مشرر مركل الجوية فاعلك شارع مهزوسان على فعل قنايا معلول جلس على الأرض لوك دش يسال قو فريستي عدي فريستي لما شيءين سبعة فرحة الفائز وهو فرحة كي جوليستي أكو جوليستي مارتي ترتن كي فرحا شديدا فرح آد وأدق بشرح أي فرحة مركا وفرسو إمكن مستر بهالكين يلا فرحا شديدا
مصدر باي هلا فرحا ومصدر كيف فعلك هذه فعلك إمك اللي جويه مفعول به ما يالي أو فعلك هو اللازم مصدر كان ماشي قليا محلونا مركا فرح والله فرحي فرح شديد فرحات أطق بلا فرحي هذه فرحة اللي ماشي مصدر كيف ماشي بوحي جيم يستلم وحو قدومي أو قادمي الناجح كي يقولوا يستي الشهادة الشهادة بلا سينية oo loo dhiibay oo markaa loo dhiibay shahaadada yah mise wax barasho kala duu ku guuleysto hadaba ama wax kala bashaado waa lagu qaataa hadii ka guuleysay ficilka la saaray eegada waxa la soo gelinaya maxay waxa la ficilka imi kuwa mudari halka maxay isbedelay intii hore ficilku maadi buu aha halka ficilka mudari noqday waxa la neey tus talam waa la gudoomay oo waa gacanta lagu dhigay waa la gudoomay shahaadadu cidii gudootay lama sheegin waa mafcuulki ba galay oo faacilkii naajix ahaa guuleystay waa meesha laga jiray 9 yaqbalu oo aqbala oo ogolaada waan u hoggaansamaa almu'minu qofka mu'minki bi qada illahi wixii ilaahay go'aamiyo ee ilaahay qadaray ee alla qorsheeyo uu hoggaansanaada marka dabeedna jaar iyo majruuba yaala bi qada illahi faacilkina uu yaala hadayn faacilka goyno jaar iyo majruuka meesha buuxiya yaqbalu waa la ogolaada waana loo hoggaansanaada بقضاء الله إلهي وحي حكمه إلهي قرف هل كائك قفكم من كاد أي أوه كان سنة هذا دلاد وح كوسرح الدونا سوي حك ليهين أشرح واف علىني فلنقين لاحظ أوفيرسو الأمثلة السابقة تصل يا شهر أوفيرسو تجد واحد أجان دونتا هري دونتا أن الفاعل فاعلك الذي فاعلك كتر في العمودي الأيمن تيرك حق مدك تحجه عمودكو يعني هو كلام كم حلا إلى هذا يعني قيبت هلك كحكته حاجة مديك تالا فعلك كتيرة قد حذيفه ولا جوي في العمود تيركا على يسار حاجة بده يعني قيبت كلام كان بده وكجو أي وقام وحي استاجي مقامه ميشيسة المفعول به بأس استاجي في الأمثلة التصارياش واحد إلى أربعة كو إلى أفر مفعولك فعلك مقام waxa halkiisii galow buuxiyay mafcuul baa buuxiyay mafcuul bihi ah maxay yeelay laana ficil ficilka mutaaddun ah ficilka mafcuul qaadanay dabadeed mafcuulkiisa galaya waqama maqama faa'ili waxay taageey meesha faa'ilka fil misal khamisi tusaalaha sanad adarfu baa galay al muxtasu gaar ah darf muxtasa dhalada waa darf macnihiisu cad yahay oo la garanayo oo waa ka taxta strategy-ga hoostiisa ah waa darf gooni ah oo macna gaar ah waxa la yiri waqifa tahta shajarati geed koosisi wala istaagi wuxuu yiri waa fil misal sadis tusalaha lixaad al jar wal majruru al mukhtas aya maashi galay oo maxaa la yiri julisa cala al ardi wa ka jar majruru waxa lagu fariistay dulka guudkiisa oo fil misal sabi' tusalaha todobaadna al mastar al mukhtas mastar macna gaar leh ayaa galo macniisu cad yahay oo maxaa la yiri furiha farxun furiha farxun shadiid waxa farxay farxad adag wadaariga arintaas waxa weeye oo isaas u dhacday laana ficil laazim kuwan dambe ficilka laazima oo aan mafcuul qaadanin waa ficilka aan mafcuulka waa laazim wallahi eeg annahu akhada wuxuu qaatay hadaba ahkam al fa'il ahkamti fa'ilku naayo fa'ilku qaatay xeerarkii xukunku lahaa buu qaatay naayo fa'ilka qaatay oo maxaa la sameeyay farfuca waa la guday mafcuulkii kor dhawna ayaa la guday mastarkii kordhowna ayaa la guday waa unitha waxa dhadig laga dhigay lahu eegada isaga dartii naayo faacilka dartii alficilu ficilkana dhadig baa laga dhigay fil mithaali thani tusaalaha labaad u fiirso tusaalaha muxuu yidhi fuhimatil mas'alatu mas'aladii waa la fahmay marka faacilku joogo hadduu mafcuulku mu'anath yahay ficilka mu'anath lagama dhigo haddaanu faacilku mu'anath ahayn maalan imika waxay ahayd fahima daarisu almas'alata الدارس مذكر بوها المسألة أنا مؤنث بها فاعلك تشوقي فعلك علامة التأنيث لا مرة عينين لكن كل فاعلك لا شرو إيه وهل كيس قلنا يفعلك علامة دي ولا رعينة يهدو فعنا يفعلك ندك يعني ومع ليلي فهمت المسألة إلا يسقي بقى مكا شقين هي وروح كل هي مركو فاعلكم مؤنث هي سو فعلك علامة التأنيث لا مرة عيها hadaba hadduu naa faacilku mu'anath noqdo waa sidoo kale
واللاحظ فيرسو أن الفعل فعلك في الأمثلة واحد إلى سبعة كو إلى تضبع تضبع أخر هي ماض وفعل ماضي وقد ضم أوله مركي مجهول كالقدقي بلوغي سوال قدي وكسر ما قبل آخره حرفك أضم بيك كهر هينا والله أصر بي حينما مركي بني اللو سميي للمجهول مدآن لقرنين مدآن لقرنين ومحي فاعل آن لقرنين ما قبطي أو آن لشيقين وفعل كلاسي قابل اسمياد أح مج... إن آن لقرنين فاعل كيسي وإن لك لقرتا مركو فاعل كادرها سرق السارق المطع توقي هيب الألابتي حضي يسرق المطع ألابتي ولا حضي وعد حدي آن لقرنين لبقى أبو الله أكرا رواقو أي ليهين مركا هدبو مركا فعل كمادي لدون أيو عدي قبطين آن لشيقين حرف أخر ريان هو القداء كأضم بيك أخر ريان هو الهوصبة ومحال يضرب أو قراع بيهيد ضرب أو قراع فهم أو فهم بيهيد فهم أو فهم بالأرنية كتب أو قرى بيهيد كتب أو قرى إساسا له بدلية والفعل المضارع فعلك مضارع يكتر في المثالين الثامن والتاسع لبضى تصاليك سجد يسرقالات قد ضم أوله بلوغي سوى القدي وفتح ما قبل آخره كأضم بيك كهرين ولا كردبي حينما بني مركي لو سميي للمجهول فاعل آن لنكرين قاب جيس فاعل كان لك مركو فاعلكم مقايا هاي تيقاب قارب اللي سمدي سواطا هدو فعلكم مضارعي هاي حرف الكوبات بالقودية كأضم بيك كهرين ولا كردبي ومحال يدي يسترم ولا قدومي الشهادة شهادة دي ولا قدومي عدي قدومي تسترم عن رهض تسترم ولا قدومي الشهادة عدي قدومي سين لمشيقين يقبلوا والله أقولانا يا الله جانسنا يا بقضاء الله وحي الله قري أمم من كوه جانس ما يهلك هراني خصوصا شغني ده من القاب كسر له بدري يا حق هران كي إجدون تا ما خرست قصة ما يسنا وها مركا القاعدة هذا ما قاعدة نخصوص كوبين أو حي أردن قاعدة ده سوحي لا هاي نائب الفاعل نائب فاعلكو اسم وا مقع مرفوع ولا جدا يحل وحو فريستا محل الفاعلي كي شقده قبطي هل كفديي ayuu isagu fariista goor mu gala bacda hadfihi marka faa'ilkii shaqada qabtay la gooyo wayaxud waxaan u qaataa jamee'a ahkaamahi wixii xeer u lahaa oo dhanbu la wareegaya maadaama halkiisii u fariistay naayo faa'ilku wuxuu la wareegaya oo uu qaadanaya isaguna dhamaan ahkaamtii xeerar ku lahaa wayisama waxa lagu magacaaba alficlu ficilka ficilkana waxa la yiraahdaa macahu marku naayo faa'il la socdo waxa magaciisu noqdaa مبنيا مد لو سميي للمجهول مد آن لقرنين با لو سميي مد آن لقرنين با لو سميي معنى دواء محاي فاعل كي سميي لما قرنيو مركا وحو سميسيني هاي قاب كلا لا مجهولك او فاعل كي شاقضا قبطي إن آن لقرنين او آن أمال الشيقين حتى هاتي لقرنين سواب كلا لو حد في هدي آن لقرنين لما قرنيو با ولما قرنيو مركا لا يلاحظا يعني لما قرنيو معنى دواء حوي حركن لغو ما قرنيو لما مقعابيني مك وينوب وحا كوكي لهذا النقطة عن الفاعل فاعلك بعد حذف ملك لقويو المفعول به الأول مفعول به ككوبات ككوبات وانو شاقني وكمعنيه سفاعلك يهي مثلا لبدا مكلا لا أعطى محمد الفقير وعسي درهما الفقير وقادنا يدرهم يا فاعل ككوبات ليلة هذا يا مفعول ككوبات ليلة هذا إذا كان الفعل متعدين هدو فعلك يهي قادنا يا مفعول مفعول ككوبات هذه اللي بيهين هذو ميدي هنا وامتكم أيا هل كيس قرا والجار والمجرور جار مجرور كن هل كيس هو قران والظرف ظرف المختص معناها جار كأله أيا اسمه هل كيس قرا والمستر المختص مستر كيس قرا عن معناها جار كأله يقولي دابا اسمه قرا إذا كان الفعل لازما هذو فعل كي هاي مد عن مفعول قادني يبنى وح الله سميع الماضي فعل كي تجي للمجهول الفاعل آن لقرنين با الله سميه سيديا الله سميه وين واحد لقب الدلاسيد ومرك وراءها في الضم أول حرف كيس كوباد ولا قدا هدو مجهول فاعل كيس مقيه وكسر ما قبل آخره كوغوط ميكا كورينا خوصت أبالا سارا واسمد عانه الله يقان هدو مادقة حرف كوباد لقدو كوه ريكا دمي الله خوصت أبو أستان تاسوح أوتاقنتهي فعل كا فاعل كيس مجهول ويبنى وح الله رسا الله سميه المضارع المضارعة للمجهول مد آن لقرنين وفعل كيس مقيه بال أيا لقدقة
بدم أوله إن حرف كبار لجدو وفتح ما قبل آخره كأوضم بيك كهريان ولا كرنبا هذه مضارع أنت أتقارقته معنيه زوحوي مضارع فعل كيس متشوقه أو مقنيه والله أعلم بالصواب وبالله توفيق.